صباح الخير، أتتني دعوة كريمة من هيئة الري والصرف، أنا وزملائي مشاهير سناب شات بالتعريف بالرقعة الزراعية في الأحساء، حياكم الله. هذا مشروع هيئة الري والصرف. هذا مبنى الهيئة الإداري ومرافقة الخاصة بالهيئة. هذا المبنى إنتاج العسل. بجنبه في عندنا البيت المحلي الخاص بمحصول الشمام، والثاني الطماطم، والثالث الخيار. هذه مضخات اللي تنقل المياه من خزان الحارة إلى المزارع المستفيدة، 6 مضخات مجدولة من يوم السبت إلى يوم الخميس. هذا الخزان مياه لتجميع المياه، خزان كبير كبير كبير. تذكرون أن استمتعتم في الرحلة وأضافت لكم شيء جديد عن خدمات وأعمال المناطق والهيئة. نشكر هيئة الري والصرف على حسن كرمهم، يعطيهم ألف ألف عافية، ما قصروا، برنامج جدا جميل. يمكن 2400.